صباح الهنا والجمال عليكم، وصباح التفاؤل، وصباح الابتسامه، وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من بلد يوكل على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود. اهلا بكم في حلقه جديده كلها حلويات، والحلويات ما بتتعملش الا للحلوين وهم متابعين البلدي يوكل. عندنا ايه النهارده في الحلويات؟ عندنا الاكلير وعندنا الدونتس. مقادير سهله وبسيطه جدا. لسه سائله امبارح كده ندسه الاكلير لما بنجيبها من عند الحلواني من بره، القطعه واقفه بحوالي 20-25 جنيه القطعه، 20-25 جنيه. ده لما تحبوا تاكلوها من مكان وتقولوا انا اكلت فعلا اكلير. 25 جنيه في 12 كام؟ 25 في 12 بكام؟ 250 كتير. المهم ان هو كتير، الدسته واقفه بكتير يعني. طب احنا 300 300، معلش انا في الحساب ضعيفه شويه، بس هي هم قالوا لي ان هم ب 300. دسته جاتو اكلير 300 جنيه ليه؟ عرفوني ليه؟ مع ان احنا ممكن نعملها في البيت ويطلع اطعم من بره وانضف واحلى بكتير، وعارفين هو معمول بايه، وما يكلفش في ايدينا، مش هيكمل بتزيينه 50 جنيه، وهيطلع اكتر من 12 قطعه اللي هم عدد الدسته. تعالوا نشوف هيتعمل ازاي، وتعالوا نشوف هيكون شكله ازاي، ويتحشي بايه، والتزيين بتاعه يبقى ازاي، ويبقى احلى من بره كمان. مقاديرنا هتنزل على الشاشه. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه في الاكلير؟ نص كيلو دقيق، وهنشوف النص كيلو دقيق هيطلع لنا كام قطعه اكلير. نص كيلو دقيق، معايا ربع زيت، ربع لتر زيت، نص لتر ميه، الميه قد الدقيق، رشه سكر ورشه ملح، وسبع بيضات كبار. لو البيت كبير يبقى 7، لو البيت صغير يبقى هنزود بيضتين يبقى 9. ومعانا طبعا الفانيليا، ده العجينه الاساسيه بتاعت الاكلير. هنحشي بايه؟ عندنا كريم باستري، انا كاتبه كيلو، بس انا كاتبه كيلو على اساس ان احنا هنعمل كتير، بس هو مش شرط ان انت تعملي كيلو. عايزين كريم باستري، الافضل ان هو يتحشي كريم باستري، احسن احسن من الكريم شانتيه. دايما لما بنجيب الاكلير من بره بيبقى محشي كريم باستري. الايام دي مطلعينه ان هم بيحشوه شوكولاته اللي هي القابله للدهن اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض، تمام؟ ده الحشوات بتاعته. ما تحشوش كريم شانتيه عشان مش هيبقى حلو، طعمه مش هيبقى حلو، مش هيبقى زي بتاع بره. الكريم باستري الايام ديت علشان بدل ما احنا نعمله بميه بس، عشان نديله تطعيمه اكتر اذا كان موجود عندك، مش موجود ما فيهاش اي مشكله، يبقى هنخلطه بميه. موجود عندك اللي هي كريمه الحلواني، اضرب الكريم باستري بكريمه الحلواني هيطلع معاكي طعمه في منتهى الجمال، تمام؟ دي الحشوه بتاعته. التزيين بقى من فوق ده بيرجع لك انت زي ما انت عايزه. التزيين ده بيرجع لك زي ما انت عايزه. عايزه تحطي على الوش شوكولاته خام بيضه، شوكولاته خام بني، صوص كراميل، شوكولاته بني وتزينيها بخطوط شوكولاته بيضه، عايزه تحطي مثلا صوص كراميل وتحطي عليه مكسرات زي ما انت عايزه. عايزه تسيبيه ساده كده زي ما انت عايزه. اللي يعجبك. انت اللي بتختاري، وانت اللي بتاكلي، وانت اللي هتاكلي حاجه على مزاجك. فده ميزه كمان الحاجه اللي بنعملها في البيت، بنعملها على مزاجنا احنا. نيجي بقى دلوقتي لمقاديرنا ونشوف هنشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قريب قوي من بلح الشام عفوا، قريب قوي من بلح الشام، بس بلح الشام مقادير الزيت بتاعته بتبقى اقل من كده، تمام؟ هنحط ايه؟ هنحط الميه، وادي رشه الملح، وادي السكر، وادي الزيت. يغلي مع بعضه، هنروح نازلين عليه بالدقيق. يغلي مع بعضه وننزل عليه بالدقيق، ونبدا ان احنا نقلبه بمعلقه خشب او سباتيولا لحد ما يلم ويبقى عجينه معانا، ونبدا نسيبه زي بلح الشام بالظبط. نبدا نسيبه، يا اما نفرده في صاج ويهدى، يا اما بنروح حاطينه في العجان ومشغلين عليه علشان يطلع كل السخونيه والبخار اللي فيه. والبيض بتاعنا نبدا ننزل بيضايه بيضايه ونخلط لحد ما يروح مفعوله خالص، ونبدا نكسره بالبلبله بتاعت بلح الشام اللي هي دي، بس انا بحب اللي هي الاوسع شويه علشان تديني الاكليره تبقى عريضه. بالشكل ده، دي البلبله اللي بشكل بيها الاكلير بتاعنا، بتبقى اوسع شويه من اللي بعمل بيها بلح الشام. بدات الميه اهي تغلي عندنا، عندي الدقيق وعندي معلقه خشب او سباتيولا، تغليه على طول اهي. انا شايفه ان هي بدات تغلي من الارضيه،
هعمل كده. بسم الله. الدقيق كله وابدا اعمل كده. بصوا عامله ازاي ما شاء الله عليها، نخلط كويس كده واسيبها دقيقتين على النار وانا بقلبها، علشان انا عايزه الدقيق يستوي معايا شويه وما يبقالوش ليه ريحه وانا بعمل الاكلير. واصبح على ام احمد، والله صباح الهنا. الو، صباح الخير. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ صباح الخير يا شيف نونه. صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. يا رب دايما. الحمد لله، احنا بنحبك قوي واكلك جميل بصراحه. ما تحرمش منك، ده بس من ذوق حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب، وتفضلي كده وتعملي اكل بسيط. ما تحرمش منك. على كل في الاكل البسيط. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي، ده بس من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. اموريني يا ام. كنت بس انا ام لاربع ايتام. ممكن اسالك بس اطلب منك طلب؟ 10 طلبات مش طلب واحد، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي. انا ما عنديش خلاط، الخلاط بتاعي بايظ. عيني حاضر. مش عارفه اكل قوطه ولا اعمل حاجه. وحياتك، عندي هديه عيد الام مني ليكي خلاط. سيبي رقمك مع نور، كل سنه وانت طيبه. سيبي رقمك مع نور وبعد الهوا هتصل بيكي واقول لك انا هتاخديه مني ازاي. وانت طيبه يعني. وانت طيبه. فصلت نور ان هي معاكي. طب ماشي، خدي رقمها. طب تمام خلاص ماشي. طب يا عشان برضو تبقى عارفه ان مش انا. طب يا ام احمد، الخلاط بتاعك من حد عندنا جوه، هديه ليكي مش مني. ربنا يبارك له يا رب. صباحك كله هنا وسعاده. اسم المهندس اللي عندنا جوه، تمام كده؟ ربنا يبارك لك يا حبيبي. بصوا كده بالشكل ده. طب ام احمد خطك فصل، اتصلي تاني وسيبي رقمك في الكنترول لو سمحتي. بصوا كده تمام قوي معانا اهي بالشكل ده كده. نشيله بقى كده من على النار. وعندي حل من الاثنين، لو انا ما عنديش عجان وهعمل على ايدي هسيبه يهدى خالص في صاج او في صينيه كبيره كده وافرده لحد ما يهدى معايا خالص، لكن ربنا كرمني بعجان هروح عامله كده واروح حطاه واشغل عليه لحد السخونيه بتاعته ما تطلع منه كلها، ببرده بمعنى اصح، علشان لما انزل البيض عليه بضايه بضايه ما يستويش معايا البيض من السخونية. أعمل كده بسم الله وأبدأ أشغل كده. بصوا بطلع البخار كله منه. لحد ما أتأكد إن السخونية كلها طلعت منه والعجينة نفسها بردت، أبدأ بعد كده أنزل بالبيض بداية بداية وأشغل لحد ما يروح مفعولها خالص، عشان تسمعوني، لحد ما بيروح مفعولها خالص. ما عنديش عجان اعمل ايه؟ العجينه بردت معايا، ابدا افتح البيضايه وادعك بايدي والم العجينه لحد ما مفعول البيضايه يروح، وافضل اكرر العمليه بتاعتنا دي لحد ما احط يا اما 7 بيضات كبار يا اما 9 صغيرين، وفي الاخر اروح حاطه الفانيليا معاهم. عايزه تحطي بشر برتقال بيبقى حلو جدا مع الاكلير زي ما انت عايزه. هشغل العجان، او قبل ما اشغل العجان، حاضر، قبل ما اشغل على العجان اصبح على ام يونس، والله صباح الهنا. صباح الفل والياسمين على عيونك. صباح الجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، تسلميلي. انت فاكراني ان اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك انا عايزه اهدي هديه لحماتي ان هي تطلع مع حضرتك على الهوا. تمام تمام. عايزه ايه؟ عايزه ايه لحماتك؟ عايزه ادي لها هديه ان هي تطلع مع حضرتك على الهوا ان شاء الله يوم عيد الام. يوم عيد الام؟ يوم عيد الام هيبقى خميس. طيب هو عموما انا بطلع معايا يوم سبت، بس هكلم الاداره وان شاء الله لو قدرت، لو الاداره وافقت ان انا اطلعها معايا يوم الخميس يوم عيد الام، تنورني وفي عيوني وعلى دماغي من فوق. الله يخليكي. ماشي، سيبيلي سلميلي، سيبيلي رقمك مع نور وهشوف الاداره وهرجع اكلمك تاني. ماشي، نورتيني حبيبتي وصباحك كله هنا وسعاده يا رب. نرجع بقى، احنا هنطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل عشان تبقوا عارفين؟ مش هعمل اي حاجه غير ان انا اشغل العجان بتاعنا علشان السخونيه بتاعته تطلع من عجينه الاكلير، ولما نرجع نبدا نحط البيض بتاعنا بيضايه بيضايه مع الفانيليا ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، ونشوف هنقطعه ازاي شويه صغيرين وراجعين، وهتروحوا في اي حته ومستنياكم.
عملت ايه في الفاصل؟ ما عملناش اي حاجه. ماشي. عملنا ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه. زي ما عودتكم قلت لكم ان انا هفضل مشغله العجان عشان يطلع كل السخونيه والبخار اللي في العجينه، عشان لما ابدا احط البيض ما يبداش ان هو يستوي معي. وده اللي حصل فعلا، طلع البخار كله وفتحت ادي اتنين، فتحت خمس بيضات، وكل بيضايه انزلها او كل بيضتين انزلهم بشغل عليه شويه علشان يروح المفعول بتاعهم. هبدا اشغل عليهم تاني وفي الاخر خالص هحط الفانيليا. بسم الله. عايزه بس انزل اللي في الجوانب كده. بسم الله عشان اضمن ان كله اتخلط مع بعضه. بسم الله كده مفعول البيضتين التانيين راحوا. كده فاضل عندنا بيضتين اهم. ومع اخر بيضتين بروح حاطه الفانيليا واشغل عليه تاني، واروح اغسل ايديا على ما يتخلطوا هما كمان. انزل برضو اللي في الجوانب علشان اتاكد ان كله واخد عجينه واحده وكله واخد البيض ماشي فيه كله. بصوا العجينه ما شاء الله عليها عامله ازاي. اعمل كده. كده معانا بقى زي الفل كده اهو. اصبح على ساره واقول لها صباح الهنا. الو 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 الو، صباح الفل يا ساره. صباح، ازيك يا شيسمين؟ عامله ايه؟ صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي، اخبارك ايه؟ صباحك انت فل والسعاده يا رب. كده ازاي دايما كده يا رب نشوفك كل يوم بضحكتك الحلوه دي. ما تحرمش منك، انتوا سبب ضحكتي الحلوه دي، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. سامعاني؟ فاكرين يا شيفون انا الصلصه بتاعت الغريبه؟ اه طبعا يا حبيبتي، ونزلت لك الغريبه وقلت لك طريقتها، صح ولا لا؟ اه عملتها جميله جدا يا شيفون. يا حبيبتي هي طلعت جميله عشان ايديكي بس، ما تحرمش منك ولا من عملك. اولا بس كل سنه وبنتك طيبه. ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا يعزك يا رب ويبارك لك. كل سنه برضه وانت طيبه. ربنا يبارك في عمرك وانت طيبه وبصحه وسعاده. بس سؤال بسيط معلش يا شيفون، اتعبت معاك. ما فيش حاجه اسمها تعب، انت اموري وانا انفذ. انا بس عندي لحمه ومش عارفه هتبلها ازاي، ومثلا هشويها، عايزه تشويها؟ ازاي؟ ومثلا هتقعد قد ايه؟ مثلا عايزه تتبيله معلش. عيون وعايزه شويه مثلا وشوفها تقعد قد ايه، مش عارفه. حاضر عيوني، هقول لك تتبيله. طب وطي التلفزيون يا ساره، هقول لك تتبيله للحمه المشويه هتطلع معاكي زي الفل. نورتيني حبيبتي باتصالك. اكتبي عندك يا نور. نحط الخليط بتاعنا كله. صباح الفل يا ام احمد. ايوه ازيك يا شيفنونة؟ صباح الهنا على عيونك، عامله ايه يا حبيبتي؟ الله يخليك، بس انت طيبه وحضرتك بالصحه والسعاده يا رب. تسلمي لي، انا اول مره اكلمك وان شاء الله مش اخر مره، وبحب اكلك قوي جدا يعني. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يبارك لك. الله يخليك. قولي يا طلب عندك. والله 10 طلبات مش طلب واحد، اموريني. ربنا يخليك. انا عندي ما عنديش ثلاجه وعندي نفسي في ديب فريزر. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله، وعنده الخير كله. الله يخليكي. معلش انا والدتي لسه ميته السنه اللي فاتت، وانا نفسي في ديب فريزر والله، عندي ثلاجتي بتاعتي بقعد ربنا في ديب فريزر.
يصلح احوالك يا رب ويصلح احوالنا جميعا. حبايبنا اهل الخير اللي معانا اللي عايزين يساعدوا معانا زي ما ساعدنا كده ام احمد وحاولنا نفرحها الصبح، وربنا يكرم ويبارك للمهندس اللي قال ان هو هيجيب لها الخلاط، برضو اصحاب الخير اللي معانا اللي عايزين يساهموا معانا ان هم يسعدوا ام او يفرحوها. ارقامنا موجوده على الشاشه اللي عايز يتصل بينا ويتواصل معانا. واستاذنك يا ام احمد سيبي رقمك على التليفون وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله بالخير كله. تسلمي لي يا نور يا رب، صباحكم كله هنا وسعاده يا رب ورزق وراحه بال. بصوا بقى كده، ادي ورق الزبده اهو، نقص على قد الصاج بسم الله الرحمن الرحيم. بس بصوا شايفين كده، انا هعمل حته عجينه صغيره هنا كده وحته عجينه صغيره هنا كده. عشان لما اجي اشكل الورقه الزبده ما تتحركش معايا. الصاج التاني اهو، الفرن بتاعنا شغال على 180، وما نفتحش الفرن وهو الاكلير بيستوي علشان ما يهبطش معانا. هنتعامل معاه معامله بسيطه جدا، وهنتعامل معاه معامله الكيك. حته ان احنا نفتح الفرن ونقفله كل شويه دي بيخلي الاكلير يهبط معانا، فعلشان كده مش هنفتح خالص الا بعد ما يعدي حوالي مثلا من 15 ل 20 دقيقه بالشكل ده كده. ونبدا بقى نقطع الاكلير بتاعنا بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده صباح الفل يا حكمت. الو، حاولي تكلميني مرة تانية. صباحك كله هنا وسعيد يا رب. بصوا البوزة اللي بتطلع دي في الاخر، هنبل صباعنا بحبة مية صغيرين وهنبدأ ان احنا نقفل البوزة اللي طلعت دي. حجم الاكلير بيرجع ليكي انت، عايزة كبير عايزة صغير زي ما انت عايزة. اصبح على مريم والله صباح الهنا. الو، صباح الهنا يا مريم. صباح النور يا سيدي. صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ استاذنك وطي التلفزيون. انا بخير طول ما انت بخير حبيبتي، تسلمي لي. سامعاني؟ ممكن اسال الكيكه الفنجيه؟ حاضر عيوني الاثنين. ليك اي طلبات تانيه؟ لا ميرسي، انا بحبك جدا. تسلميلي حبيبتي، متحرمش منك يا رب، تسلميلي ويسلم لي ذوقك يا رب، نورتيني باتصالك. بصوا كده بوله صغننه خالص كده فيها ميه، واروح عامله كده كده. بالشكل ده كده. الفرن بتاعنا قلنا ان هو على 180، هنعامله معاملة الكيك. معنى ايه معاملة الكيك؟ ان انا مجرد ما احطه في الفرن ما افتحش الفرن خالص عليه الا بعد مرور حوالي من 15 ل 20 دقيقة علشان النفخة بتاعته ما تهبطش. بس بالشكل ده كده. نشكل التاني علشان نحط الصاجين مع بعض وما اضطرش ان انا افتح وانا بحط الصاج التاني. بسم الله. خد معانا وقت؟ ما خدش معانا وقت خالص، سهل وبسيط جدا. ايه اللي يخليني اروح اشتري دستة جاتوه ب 300 جنيه وانا اقدر اعمله في البيت واحسن من بره بكتير؟ كده ونلزق ورقة الزبدة
بحته عجينه علشان ما تتحركش معايا وانا بشكل. ويطلع كله مقاس واحد، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت عايزه. حاضر. هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع فاصل، وايه اللي هعمله في الفاصل؟ ان انا هحط الصاج بتاعنا في الفرن، او الصاجين بتوعنا دول في الفرن، ومش هنفتح عليهم الا لما اتاكد ان هم عدى عليهم حوالي 15 او 20 دقيقه علشان ما يهبطش مني. وهنرجع من الفاصل نكون حضرنا مقادير الدونات او الدوناتس ايا كان زي ما بتسموه، وهنشوف بيتعمل ازاي. مشكلينه النهارده بطريقتين او شكلين زي ما برضو ما بنشتريه من بره. هنشوف مقاديره سهله وبسيطه جدا، شويه صغيرين وراجعين نكمل بقيه حلقتنا. اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ كل اللي عملناه ان احنا جبنا مقادير الدوناتس بتاعتنا وحطيت على النار زيت يسخن قبل الهواء. طبعا احنا عارفين ان عجينه الدوناتس لازم تخمر قبل القليه. ده اللي انا عملته قبل الهواء. بصوا شكله بيقول ان هو خمران والزيت عندي سخن. مجرد ما الزيت ما يسخن هبدا اقلي في الدوناتس اللي احنا عاملينه ده. طب عجينه الدوناتس عشان توصل لي بالشكل اللي انا عاملاه دوت هتبقى عباره عن ايه؟ مقاديرنا هتنزل على الشاشه وهنشوف مقاديرنا عباره عن ايه. هنعمل كيلو دقيق، وعلى كيلو الدقيق 150 جرام سكر. وانا بعاير او انا بحط في العجان هعايرها لكم بالمعلقه او هعايرها لكم بالكوبايه. كوبايتي فين؟ لا يا حبيبي موجود اهي. كيلو الدقيق لو هنعمل اللي احنا بالجرامات، كيلو دقيق عليه 150 جرام سكر، 150 جرام زبده، 20 جرام خميره، 5 جرام محسن كيك جيل، ومعانا رشه ملح، 3 بيضات. دي عجينه الدوناتس. هنعملها بالكوبايات عشان حبايبنا اللي ما عندهمش ميزان. يبقى مقاديرنا ايه للي عندهم ميزان؟ كيلو دقيق ومعايا 150 سكر، 150 زبده، معايا 20 جرام خميره، معايا 5 جرام محسن كيك جيل، رشه ملح، وثلاث بيضات. مش عايزه المحسن كيك، محسن الكيك استكفي بالخميره. عايزه تحطيه ما فيهاش اي مشكله. ومعانا هنحشي بايه؟ شوكولاته قابله للدهن. التزيين بتاعنا شوكولاته خام دارك اللي هي البني، شوكولاته خام بيضاء، شوكليت شيبس، فارماسيه الوان، سبرينكل ذهبي وفضي، ايا كان اللي عندك. ده اللي هنزين بيه. لتلوين الشوكولاتة البيضة ما بنستخدمش الألوان الجل، لا بنستخدم ألوان الزيت. لتلوين الشوكولاتة البيضة لما بنيجي نعمل الدوناتس بنستخدم ألوان الزيت مش ألوان الجل، وهنشوفها مع بعض واحنا برضو شغالين. تعالوا كده، الزيت عندنا عايزين نعرف ان هو سخن ولا لا. اروح عاملة كده، بسم الله، هسيبه شوية كمان لما يسخن قوي، وبعد كده أبدأ ان انا اشتغل فيه. طيب على ما الزيت يسخن هعمل ايه؟ هبدا اشتغل في العجينه. امسك كده، ادي كيلو الدقيق، بسم الله. وادي السكر، قلنا 150 جرام سكر، يعني حوالي من نص كوبايه لكوبايه الا ربع كده، بسم الله، اهي كوبايه الا ربع سكر، و 150 جرام زبدة. يعني لو صيحناها هتطلع نفس النظام. وادي الخميرة، وادي المحسن الجل، وادي البيض، كل ده على بعضه. وابدأ اخلط كله كويس الاول، وبعد كده نشوف هيحتاج معانا مية قد ايه. بسم الله، اخلط ده كله مع بعضه وبشوف، وبعدين اشوف هيحتاج ميه دافيه قد ايه.
والميه تكون دافيه مش سخنه ولا بارده. ميه بارده العجينه هتاخد معايا وقت، ميه سخنه موتت لي الخميره اللي في العجينه، فعلشان كده هنستخدم ميه دافيه عشان تطلع معانا كويسه. طبعا انا مش محدده كميه الميه، ليه مش محدده الميه؟ عشان انا قلت كل دقيق بيبقى الكثافه بتاعته غير الثانيه. بسم الله. حطينا كوبايه ميه وهنسيبه يتخلط مع بعضه على ما اصبح على مين يا نور؟ اصبح على ام اسماء واقول لها صباح الهنا. الو، صباح الجمال على عيونك يا رب، عامله ايه؟ صباح الهنا والعسل على عيونك والهنا والسعاده. انا بخير طول ما انت بخير، ما تحرمش مني. صباح الجمال، انا كنت اول مره طبعا اتصل في البرنامج، وان شاء الله مش اخر مره. وان شاء الله مش اخر مره. وكنت حابه بس ان انا ادي اهداء لماما عشان طبعا كان لا ده تستاهل ان انا اقفل لها العجان. اتفضلي طبعا. تقولي لها كل سنه وهي طيبه يا ام اسماء، عشان انا اسماء بنتها. كل سنه وانت طيبه يا ام اسماء، وعيد سعيد عليكي يا رب، وعقبال 100 سنه تبقى فضله كده منوره حياتنا، وربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. قولي لها انت بقى، انا قلت لها الاهداء بتاعي، قولي لها انت الاهداء بتاعك بقى. ربنا يخليكي يا رب. يخليكي يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه، احلى ام في الدنيا دي كلها. ربنا يخليها لك يا حبيبتي يا رب، وكل سنه وهي طيبه، وكل سنه وامي طيبه، وكل سنه وامهات العالم كلهم بخير، وربنا يحفظهم يا رب، وربنا يرحم جميع امهاتنا اللي ماتوا، وربنا يتغمدهم برحمته يا رب ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا، نعمل كده. انا شايفه ان هي محتاجه شويه ميه كمان. طيب على ما ناخد التليفون نصبح على ندى ونقول لها صباح الهنا. فصلت ندى، حاولي تكلميني تاني يا ندى. انا عايزه بس اوريكم دي شكلها هيكون عامل ازاي. هسيبها تتعجن ونشوف مع بعض اللي انا اصلا عاملاها وسبتها. بصوا عامله ازاي. اهم حاجه مده العجن بتاع العجينه ان هو يتعجن معانا كويس قوي، دي حاجه. تاني حاجه نسيبها ترتاح شويه ما تخمرش، نسيب العجينه ترتاح. تخمر امتى؟ تخمر وهي متقطعه. تخمر امتى؟ تخمر وهي متقطعه. الزيت عندي سخن وبدا ان هو يعمل صوت. تعالوا كده نعمل، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تمام، نبدا ننزل فيه كده. بصوا الدوناتس احنا عاملاه المره دي عامل ازاي. على طول بنجيبه اللي هو المفتوح كده، عامله اللي هو المفتوح اللي بالقطاعه بتاعته اللي هي دي. تمام، اللي هي دي ما عنديش قطعت بالقطاعه المدوره زي ما بنجيبه من بره بالظبط. اصبح على ندى واقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا ندى. ازيك يا شيف؟ صباح الفل على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب. انا بحب حضرتك جدا. ما تحرمش منك حبيبتي، تسلمي لي ويسلم لي ذوقك يا رب، ربنا يخليكي. اموريني يا ندى. انا عايزه طريقه الكيكه الاسفنجيه. عيوني حاضر. الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا كيك بمناسبه طبعا عيد الام واحتفالات عيد الام، كل سنه وانتم بالف خير يا رب. عندنا كذا نوع من انواع الكيك ومنهم الكيكه الاسفنجيه. تمام، نورتيني يا ندى باتصالك. بصوا كده العجينه بتاعتنا سيبناها ارتاحت بالشكل ده، تخمر وهي متقطعه. خلوا بالكم باللي انا بقوله، تخمر وهي متقطعه. لو خمرناها قبل ما نقطعها
هنيجي بعد كده نطلع الهواء اللي جواها علشان نبدا ان احنا نفردها، مش هتدينا التخميره الحلوه الجميله اللي احنا شايفينها دي. فاهي دي كده اهي رشه دقيق، بصوا العجينه ما شاء الله عليها زي الفل. بصوا انا حطيت واحده دونتس هنا وواحده هنا لان انا عايزه الزيت يكون سخن. بصوا كده العجينه ما شاء الله بتاخد وتدي معايا كويس قوي، مرتاحه كويس، مرتاحه كويس، لكن هتخمر واحنا مقطعينها. بصوا كده بالشكل ده. عندنا قلنا ان احنا عندنا كذا قطاعه، يلي هي دي اللي بنجيبها اصلا بتبقى جاهزه كده اهي بالشكل ده. طب انا ما عنديش دي وعايزه اطلع نفس الشكل ده، ما فيهاش اي مشكله، قطعها من المدورين العاديه خالص ومن النص اروح عامله بغطاء ازازه. وما تستغربوش اللي بقوله، ما تستغربوش اللي بقوله، قطعها عاديه لو انا عندي القطعه المدوره اهي دي ومش عايزه ان هو يطلع سليم بالشكل ده كده، هروح بعد ما اعملها كده غطاء ازازه صغيره من ازاز الميه. بالشكل ده كده كده. بصوا ادي القطاعه اهي بتاعه الدونتس اللي بتتباع جاهزه بالشكل ده كده بالشكل ده. اسيبها بقى ايه تخمر شويه واروح مغطياها كده بفوطه نظيفه. طبعا بصوا احلى حاجه واحنا شغالين بهدله الدقيق دي بصراحه، ويا لو لابسين غامق ياه. بصوا بالشكل ده كده بالشكل ده كده. وبعد كده بنروح لمين العجينه تاني كده وعجنينها تاني، بتتعجن تاني ونبدا ان احنا نفردها ونرجع نقطعها تاني بالشكل بتاعنا. طب قبل ما نطلع فاصل نكلم ام هبه، نصبح على ام هبه واقول لها صباح الهنا يا ام هبه. الو الو ايوه صباح الهنا. ايوه صباح الهنا يا ام هبه. صباح الخير يا شفنونة. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك، والله اول مره اتصل بحد في التلفزيون يا حبيبتي، وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصالك. الله يخليك يا الله يخليك يا شفنونة، اكلك جميل جميل جدا جدا. انا بصحى بدري عشان اتفرج عليكي الساعه 10 الصبح كل يوم. تسلمي لي حبيبتي، ويسلم لي متابعتك ويسلم لي ذوقك، ما تحرمش منك يا رب. الله يخليك، انا عندي 68 سنه بس برضه بتفرج عليك يا حبيبتي. العمر كله ليكي يا رب، وكل سنه وانت طيبه وبالف خير. الله يخليك يا شفنونة، صراحة صراحة جميل جدا جدا جدا. ربنا يبارك في عمرك ويبارك في ذوقك، ما تحرمش منك ابدا يا رب. قولي لي ايه رايك في حلقتنا النهارده؟ الله يخليكي، لو سمحتي بس، جميلة جميلة جميلة، ما تحرمش منك حبيبتي. تسلم ايدك، تسلم ايديكي وعينيكي يا رب. سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي لي. ربنا يبارك لك في صحتك وفي عافيتك. ربنا يعزك يا رب، اموريني. أموريني. لو سمحت عايزه عجينه الدونت. عيوني انا حاضر. فتحت كنت انت معلش ما شفتهاش، فشفت العجينه. عيوني حاضر، عيوني تنزل لحضرتك تاني. حاضر عيوني، نورتيني حبيبتي باتصالك، يومك كله خير وبركه يا رب، وكل سنه وانت بألف خير. بصوا كده، بص شكله عامل ازاي ما شاء الله عليه. هنسيبه يهدى ونبدا بعد كده نشوف هنحشيه بايه. بصوا من جوه هش ازاي، تعالوا نفتح واحده كده، هي سخنة طبعا. بسم الله،
بصوا كده في منتهى الجمال قوي وريحتها ما شاء الله عليها كده. هنسيبها بقى تهدى وترتاح خالص عشان نشوف اللي هنحشيه هنحشيه ازاي وشكله هيبقى عامل ازاي. عايزه تحشي شوكولاته اللي هي قابله للدهن، عايزه تحشي كريم باستري، عايزه ايا كان اللي هتحشيه ايه، ونشوف هنزين الوش بتاعهم كمان ازاي. هترجعوا لي من الفاصل نشوف هنزين ازاي ونبص بص على الاكلير اللي ما شاء الله عليه، الله اكبر يعني في منتهى الجمال. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم بعد الفاصل نكمل بقيه وصفاتنا. مستنياكم. رجعت من الفاصل، ما عملناش حاجه في الفاصل غير ان احنا حمرنا الدوناتس بتاعنا ورحنا مطلعينه، وده الاكلير اللي عاملينه من الصبح. تعالوا بقى نبص كده على الاكلير اللي في الفرن اخباره ايه، سايبينه كده من اول الحلقه ولا عارفين عنه اي حاجه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه تاني بس بصوا شكله ما شاء الله عامل ازاي كده. ادام اتشكل وخد الجسم بتاعه النهائي وبدا ان هو يحمر كده كده انا تمام، ممكن افتح عليه عادي اهو. هحطه بقى ياخد اللون الحلو اللي انا عايزاه وارجع بعد كده اطلعه من الفرن واسيبه يهدى خالص قبل ما ابدا ان انا اشتغل فيه. ده اللي احنا عملناه مع بعض على الهوا، نسيبه يكمل بقيه اللون بتاعه الجميل ونشوف هنعمل فيه. نيجي بقى دلوقتي كده للتزيين بتاعنا والحشوات بتاعتنا. قلنا لتزيين الدوناتس عندنا ايه، عندنا شوكولاته قابله للدهن اللي هي التقيلة علشان انا هحشي بيه، ده اللي خلاني عملته سليم بالشكل ده كده. السبب في ان انا عملته كده سليم بالشكل ده ان انا عايزه احشيه من جوه، ان انا عاملاه سليم التقطيعه بتاعته مش مفتوحه من النص، ان انا عايزه احشيه من جوه زي ما بنشوفه في المحلات بتاعت بره كده وبنبقى مستغربين قوي هم ازاي عاملين الشكل ده. هاجي اعمل كده، اجيب سكينه بسن رفيع كده واروح جايه من الجنب من هنا واروح فاتحه كده، وعندي الشوكولاته اللي هي قابله للده حطاها في كيس حلواني، والبلبله بتاعتها بصوا رفعناها خالص ازاي علشان ابدا ان انا احشي بيها، واروح عامله كده هنا كده وابدا ان انا ادوس علشان يحشي لي. بصوا كده بتتنفخ معايا اهي، معنى كده ان فعلا الشوكولاته محشيه من جوه. واصبح على راويه واقول لها صباح الهنا، صباح العسل، صباح الجمال على عيونك. عامله ليه بقى؟ لا زعلانه وكل سنه وانا طيبه ازاي؟ طيب بس قولي لي زعلانه ليه الاول؟ قلت لك اتصلي بيا عايزه احضر معاكي، نفسي احضر معاكي والله. طيب ماشي، سيبي لي، سبتي لي رقمك مع نور. ايه؟ سيبي لي رقمك مع نور. طيب عايز رقم حضرتك. طب خديه من نور. ممكن؟ طبعا خديه من نور. يا سلام تأمريني، نورتيني يا راوية. بصوا كده ده اللي هو المحشي. عايزه اعمل ايه او هحط ايه عليه على الوش؟ عايزه اعمل كده وان انا اعمل كده. طب السكر البني ده ممكن ان احنا نروح حاطين سيرب خفيف، سيرب خفيف خالص، وابدا ان انا عشان الزق فيه السكر البني، سيرب خفيف خالص، او لو عندي كمبوت او ايا كان حاجه بس يا دوب ان هي تتحط على الدوناتس من فوق علشان السكر البني يلزق فيه. طب ما عندي سكر بني ممكن تعملي بسكر عادي. تمام، دي اول حاجه من الدوناتس، ده اللي هو الصغير اهو اللي احنا عاملينه فاتحينه من النص. هنعمل كده بالشكل ده واسيب على شبكه كده. تاني الشوكولاته البني كده.
طب انا دلوقتي يا نونا انت قلتي في اول الحلقه ان احنا لو عايزين نلون الشوكولاته البيضة بنلونها بالوان زيت مش الوان جل. ده فعلا اللي انا قلته، وهوريكم دلوقتي الوان الجل الوان الزيت اسفه اللي احنا هنستخدمها في تلوين الشوكولاته. نشد كده على جنب، وعندي بولتين اهم هحط فيهم شوكولاته بيضة خام مدوبينها طبعا، وهنا حبة كمان اهم بندوب الشوكولاتة البيضة على حمام بخار بالشكل ده كده. وابدأ عندنا الالوان الزيت الخاصة بتلوين الشوكولاتة، ده موف، والتاني هنلاقيه متهيألي بيبي بلو او اللي هو اللبني. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونقلبهم الالوان دي خاصة بتلوين الشوكولاتة، اسمها الوان زيت. بتتجاب منين؟ بتتجاب من محلات بيع مستلزمات الحلواني، وعلى الصفحة هنزل لكم انا جايباها منين علشان لو عايزين تروحوا تجيبوا منها، ورخيصة جدا مش غالية وما تقلقوش من الأسعار. بالشكل ده كده اللون التاني الموف، على فكرة احنا ممكن نعملها بس كده اهي علشان اسيب فيها التدريجة بتاعت اللون دي. طب ممكن ثانية واحدة متحرمش منك ده كده لو احنا مش عايزين نحشيه. في حاجة كمان عشان انا هكمل في الفاصل، بصوا كده دي حاجة اسمها سبرينكلز تتباع عند مستلزمات الحلواني قبل الاكل طبعا، بس نبدأ ان احنا نحطها اول ما نحط الشوكولاتة علشان يلزق فيها. لو استنينا للشوكولاتة تبرد او تجمد اللي احنا بنحطه ده مش هيلزق فيها اهو كده. بتتجاب من عند مستلزمات الحلواني، وهقول لكم عندي على الصفحة انا جايباها منين. هطلع فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ هكمل بقية تزيين الدونتس بتاعنا، ولما نرجع او ممكن لو فيه وقت في الفاصل كمان الاكلير بتاعنا هحشيه بالكريم باستري. لما تيجوا معايا هنشوف هنعمله ازاي. شوية صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حتة ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ يا دوب زينا شويه من الدوناتس كمان، وادي الاكلير بتاعنا فتحناه من الحرف فتحه بسيطه كده. طبعا هو بيبقى مفرغ من جوه، ننزل بس كده نيجي كده نروح دايسين علشان بيتحشي بالكريم بس كده اهي. فاتحينها اهي من هنا، نعمل كده ببلبله برده صغيره ونبدأ ان احنا نحشي. بصوا كده تمام، اسهل منه مفيش. نيجي لتزيين برضو الاكلير، بنعمل كده بالشكل ده. عايزة تعملي كده وتعمليه في الكراميل زي ما انت عايزة، برضو الشوكولاته البيضه ماشي كده. بنزين بايه؟ بنزين بالفرماسي كده. عايزه تزيني بشوكليت شيبس كده،
حسب ما انت عايزه. الاساس اللي احنا عملناه النهارده اللي هو العجينه بتاعت الدوناتس وعجينه الاكلير. موضوع التزيين ورينا بنزين ازاي، زي ما حضراتكم شايفين كده، ده الاكلير، ده الاكلير بتاعنا. حاطين هنا صوص كراميل وحاطين عليه مكسرات من فوق الوش، ده ساده حاشينه كشوكولاته قبل الدهن. عايزه تحطي حاجه على الوش برده ما فيهاش اي مشكله. الدوناتس بتاعنا ملونين الشوكولاته البيضة بتاعتنا بالالوان، دي هنا بينك اهي، هنا بيبي بلو اللي هو اللبني، الموف، عاملينها شوكولاته دارك زي ما انتم عايزين. اللي عايزين تحطوه من على الوش من فوق قلنا السبرينكل الذهبي والسيلفر ماشي، عايزه شوكولاته فارماسي ماشي، عايزه شوكليت شيبسي ماشي، اللي موجود عندك اعمليه، اللي موجود عندك استخدميه، اللي انت عايزه تزيني بيه ماشي تمام. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، متهيألي مفيش احلى من كده. ده الاكلير اللي عملناه مع بعض، عملنا عجينته على الهواء وشكلناه على الهواء مع بعض وسويناه، وادي الدوناتس اللي احنا قليناه مع بعضنا، وشفنا قد ايه هو هش وطري وفاضي من جوه. تمام، دي كانت حلقتنا النهارده. اي سؤال خاص بحلقتنا النهارده تكتبوه على صفحه البلد يوكل مع شيف نونا او على صفحه بي ان سي فود. اللي فاتوا حاجه من حلقه النهارده ممكن يتفرج عليها في الاعاده الساعه 9 وربع، وهيتجدد لقائنا يوم السبت مع اسبوع جديد وضيفه جديده ووصفات جديده واحتفالات جديده بمناسبه عيد الام. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده وبركه يا رب. اسيبكم من النهارده ليوم السبت في حفظ الله، وجمعه مباركه عليكم كلها مليانه خير وبركه. تفائلوا 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 واحسنوا الظن بالله، تفائلوا دايما بالخير تجدوه. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم.